هنبدأ محاضرة لابلاس ترانسفورم بالفورمال ديفينيشن، ماثيماتيكال ديفينيشن بتاع لابلاس ترانسفورميشن. الديفينيشن ده شكله بايخ بالنسبة لناس كتيرة، والحقيقة احنا ما بنستعملوش كتير فعلا في الايفالويشن بتاع لابلاس ترانسفورم، بس لازم نبقى عارفين الاكسبريشن نفسه شكله عامل ازاي، عشان بعد كده لما ناخد كذا ترانسفورم تاني غير لابلاس ترانسفورم هنلاقي العلاقة بينهم مرتبطة بالعلاقة بين الماثيماتيكال اكسبريشنز بتاعتهم. فلو احنا بنتكلم على حاجه اسمها تو سايدد لابلاس ترانسفورم، التو سايدد لابلاس ترانسفورم معناه ان انا عندي فانكشن اف اوف تي ديفايند من ماس انفينيتي لانفينيتي. الديفينيشن بتاع لابلاس ترانسفورم بناخده كده ان هو في اوبريتور اللي هو ال اوبريتور بيابلاي على الاف اوف تي، والاوبريتور ده بيبقى ديفايند از انتجريشن ماس انفينيتي لانفينيتي اف اوف تي اي تو ذا ماينس اس تي دي تي. ده بياخد لي ال f of t دي بيوديها لي تبقى capital F of S. اوكي، فالعلاقه بين الاس والتي هنا اوكي هي ان انا باخد الفانكشن اوف تي وفي الاخر بحولها لفانكشن اوف اس، وفانكشن اوف اس دي هي اللابلاس ترانسفورم بتاعي. اوكي، الاس دي ديفايند ان هي كومبلكس فاريبل عباره عن سيجما بلس جي اوميجا، ده طبعا جنرال ديفينيشن بتاع اي كومبلكس فاريبل. وبيسكلي بنتكلم على الاوميجا دي ان هي فريكوانسي ان راديان بير سكند، والسيجما دي عباره عن دامبنج فاكتور. اوكي، وهنعرف ليه ان هم دول كده. واكشلي لما باخد اي تو ذا ماينس سيجما تي يبقى معنى كده ان عندي عباره عن دامبنج فانكشن لو عندي السيجما دي بوزيتيف، ولو كان عندي اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي اوكي بتكلم على طبعا فريكوانسي. فعشان كده العلاقه بين او الاختلاف بين الاوميجا وبين السيجما جاي من ديفينيشن بتاع اي تو ذا ماينس اس تي اللي موجود عندي في الاكسبريشن. الانفرس لابلاس ترانسفورم بيبقى ديفايند بالشكل ده كده، عباره عن لابلاس ماينس 1 اوف اف اوف اس. الانفرس لابلاس ترانسفورميشن بياخد لي اف اوف اس يروح بيه يجيب لي اف اوف تي، ده ديفايند ان هو 1 اوفر توايس باي جي انتجريشن من سيجما ماينس جي اوميجا جي انفينيتي لغايه سيجما بلس جي انفينيتي اف اوف اس اي تو ذا اس تي دي اس. وبنعرف الاس والسيجما هنا ان هم within a region of convergence، حاجه اسمها الار او سي region of convergence. هنتكلم الـ region of convergence دي حالا دلوقتي. الحقيقه الـ Laplace transformation ده الاساس بتاعه او الحاجه المفيده جدا فيه ان هو عباره عن transformation بياخد لي الـ f of t واديها لي الـ f of s، والـ يعني الحاجه اللي باخدها يعني او اوديها في f of s دي بتبقى العلاقة بينها وبين ال f of t، يعني f of s و f of t العلاقة بينهم 1 to 1. 1 to 1 معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي لو عندي f of t هتروح ل f of s معينة، لو عندي f of s معينة هتروح ل f of t معينة، يعني العلاقة بينهم مش هلاقي مثلا f of t تروح لواحدة f of s او f 2 of s. اوكي؟ فمعنى كده العلاقة بينهم 1 to 1. اوكي؟ اللابلاس ترانسفورميشن بيبقى يعني ممكن ان احنا نتكلم عليه برضو نقول له region of convergence. والريجن اوف كونفرجنس دي اكشوالي بنتكلم على ان فين الانتجريشن بتاعنا بتاع اللابلاس ترانسفورميشن ده بيبقى اقل من انفينيتي، يعني بيبقى باوندد. اوكي، ففي ناس بتقول ان هو بيكزيست لما يبقى عندي الفانكشن بتاعتي اللي هي اللي جوه دي تبقى سكوير انتجرابل. اوكي، بس عموما احنا في اي لابلاس ترانسفورميشن بنعرف الاف اوف اس ومعاها الريجن اوف كونفرجنس عشان نقدر ان احنا نرجع تاني نجيب الاف اوف تي بتاعتنا بتساوي كام. اوكي، حاجة تانية برضو كاركترستيك مهمة برضو في اللابلاس ترانسفورميشن وهنشوفها بعد كده لها أهمية كبيرة جدا، إن احنا عندنا اللابلاس ترانسفورميشن بتاع h of t هنسميه h capital of s. أوكي، وده بنسميه الترانسفير فانكشن بتاع السيستم، وده هنشوف إن له فاليو كبيرة جدا في الشغل بتاعنا في الإيفالويشن بتاع linear time invariant systems. لو عندي الفانكشن بتاعتي عبارة عن f of t u of t بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، يعني شكلها عباره عن f of t، هتخيل ان f of t دي ماينس انفينيتي لانفينيتي، وانس ان انا ضربتها في u of t اللي هي عباره عن يونت ستيب فانكشن، انا حولت الفانكشن دي ان هي تبقى وان سايدد. وان سايدد معناها ان هي من زيرو لغايه انفينيتي. اوكي، فمعنى كده دلوقتي انا في الفوريير في اللابلاس ترانسفورميشن بتاعي مش محتاج ان انا ابتدي الانتجريشن بتاعي ماينس انفينيتي، لان انا عارف ان من ماينس انفينيتي لغايه زيرو الفاليو بتاعه الانتجريشن ده هتكون زيرو، فابتدي على طول من زيرو لغايه انفينيتي f of t u of t a to the minus st. هو الحقيقه هنلاقي ان الوان سايدد لابلاس ترانسفورميشن ده هو ده اللي يهمنا اكتر شويه، وعموما في كل الاحوال لو انا عرفت الوان سايدد او تو سايدد في منتهى البساطه ان انا اقدر ايفالويت اي واحد فيهم.